أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأكثر تتويجا على الإطلاق في القرن الجديد. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أهلا بكل مشاهدي جماهير السوبر الأفريقي. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أحمد، وبطولة جديدة أكيد فرحانين بيها، وأعتقد وشنا حلو الحمد لله. يعني أول حلقة كان بعد الصعود للدور النهائي، ودي تاني حلقة إن شاء الله بعد الفوز بالسوبر الأفريقي. وطبعا بالتأكيد بطولة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، وبالتالي كان مهم جدا إن شركة استادات تهنئ النادي الأهلي بالبطولة العظيمة، ونقدر نقول إن شركة استادات الوطنية تهني الأهلي بالفوز بكأس السوبر الأفريقية. قدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير بالفوز المستحق للنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقية، ليضاف بطولة كبيرة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء. وأشاد الوزيري ومرجان بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير ببطولة قارية جديدة، مشددين على دعم الفريق وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية. وأعرب مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية على أن تتويج النادي الأهلي باللقب يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الآونة الأخيرة طفرة في كافة اللعبات الجماعية والفردية، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الرياضة. بالتأكيد تهنئة من شركة استادات فارس على بطولة عظيمة، بطولة قارية بتضع دايما النادي الأهلي في مصاف الفرق العالمية من حيث البطولات القارية. تهنئة مهمة جدا من السيد سيف الوزيري والعميد محمد مرجان، وإن شاء الله دايما بإذن الله شراكات النادي الأهلي كلها تكون ناجحة ومليئة بالتتويجات ومليئة بالبطولات. فعلا النادي الأهلي كيان الجميع داخله يعرف شعار واحد فقط، وهو النجاح النجاح النجاح. بالتأكيد.